النهارده اول عزومه ليا في البيت السعودي. اول ما وصلت السعوديه ابو احمد بقى حب يرحب بيا واداني العزومه دي. طبعا السلام بتاعهم مختلف عن السلام في مصر خالص، والبوس حتى كمان مختلف تماما. ابو ساري بقى هو اللي كان عازمنا العزومه الجامده ديت، وانا اللي لاحظته والله الشعب السعودي طيب جدا وكريم قوي، ودي بتكون شكل المجالس بتاعتهم. دخلت بقى سلمت على كل الشيوخ اللي موجودين والحاضرين، وقد ايه الناس كانت مرحبه بينا جدا وكانوا مبسوطين بوجودنا قوي. كان موجود في المجلس برضو فهد اليحيى الرحال. اول ما بتقعد في القعده او المجلس بيجهويك، بيديك القهوه السعودي كده وبتشرب القهوة عندهم ازاي اللي عندنا في مصر كده، دي قهوة عربي بيبقى فيها حبان، بيبقى طعمها مر شوية كده بس طعمها حلو. بتاخد بقى ايه التمر، وما شاء الله كميات التمر عندهم موجودة بكمية مهولة. هنا بقى كنت بصور المجلس قبل ما نخش ناكل. طبعا بقى كان موجود في العزومة ديت اللي كان بيحضر لنا الاكل الشيف بدر من اشهر شيفات السعودية ما شاء الله. هنا بقى كان بيحضر صواني الرز وبيفرشها رز كده علشان يحط عليها بقى كل الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي ديت. انا عايز اقول لكم بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدهم ويبارك يا رب. الصينية بتبقى متروسة حرفيا الرز، وطبعا بيبقى بقى عليها الخروف اللي انتوا شايفينه دوت، بسم الله ما شاء الله. بعد كده بنخش المجلس اللي احنا هناكل فيه. طبعا المجلس دوت غير المجلس اللي احنا كنا قاعدين فيه في الاول. هنا في السعوديه الاكل عندهم بالايد يا جماعه، انا كنت بحاول اكل بايدي كده بس ما كنتش عارف خالص. وطبعا الاكل بالايد سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لي على فكره بتاكل كميه اكتر بالايد اكتر من المعلقه. قلت بقى اخد حته لحمه من الخروف، في الاخر طلع حظ وحش ولقيتها اللي هي بتاعت الخروف اللي هي المؤخره يعني. ولو الفيديو دوت جاب 30000 لايك هعمل عزومه البيت المصري الفيديو الجاي.